بس ہماری محفل میں پورے قاری رہ گئے ہیں میں قاری منیر احمد صاحب سے مستمی سن سن کے واقعاتی لائے میں تلاوت فرمائے بین الاقوام قاری قاری منیر احمد صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Thank you.
Ready?
صدق الله.